طيب ارتباطا بالجملة الأخيرة اللي حضرتك أشرتها إن في يعني حالة خاصة للقائد سواء كان في القاعدة أو في التنظيم الداعشي بشكل كبير، طيب ده بيولد تساؤل آخر، تساؤل الطار أو الانتقام من حق القائد ده بالنسبة للتنظيم أو أفراد التنظيم، إن هم هيسعوا دايما في الانتقام وإن هم يرجعوا حقه. الانتقام بتاع تنظيم داعش، بما أن حضرتك يعني قارئ جيد جدا وباحث جيد جدا من بداية التنظيم لحد اللحظة دي اللي احنا بنتكلم فيها، ايه آليات الانتقام بتاعهم؟ يعني فكرة الانتقام من مين؟ هل من الولايات المتحدة الأمريكية بما أنها هي الجهة اللي أعلنت إن أنا اللي قتلت أبو بكر البغدادي، ولا بشكل عام هيكون ليهم انتقام في بعض الجهات الأخرى؟ في البداية لازم هيوجه انتقامه وعمليات الصقر، وده ورد في التسجيل الصوتي اللي صدر النهاردة من التنظيم، وردت هذه الجزئية بأنه هو بيتوعد الولايات المتحدة الأمريكية بالانتقام بالاسم، وحصر تهديده وعيده على الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها فعلا هي اللي تصدرت المشهد، نفذت طبعا العملية على الأرض بمعاونة أطراف آخرين في البعض منهم، لكن هي من استأثرت بالإعلام بأن هي من قامت بعملية قتل والقضاء على زعيمهم. عمليات الصقر طبعا هتبقى موجهة للولايات المتحدة الأمريكية، لكن على الأرض هم برضو ده ربما ما يظهرش في الإعلانات، لكن هم كانوا مدركين تماما ان المكون الكردي مثلا على سبيل المثال في شمال سوريا ساهم بصورة كبيرة في إيقاع هزائم للتنظيم، ودخل مع التنظيم في معارك كبيرة تسببت في إجلاءه عن الثلاث محافظات اللي اتكلمنا عنها، الرقة والحسكة ودير الزور اللي كان بيخوض المعارك، وده كان احد اسباب او حتى الان يعني اللوم اللي بيتلقى دونالد ترامب على وجه الخصوص ان احنا ما ينفعش نسيب الاكراد بعد كل الخدمات الثمينة اللي قدموها لنا، وكانوا بيتكلموا على اكراد سوريا على وجه التهديد في هزيمة داعش لان هم عملوا العمليات دي. فبرضو بالنسبة للاكراد هيكونوا في محل استهداف عمليات ثأرية للتنظيم، مفيش شك في ده. هقول لحضرتك حاجة أكتر، إخفاء الدور التركي، وأنا بقصد الكلام اللي بقوله إخفائه وعدم ذكره من قبل تركيا بل ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية في عملية قتل أبو بكر البغدادي وهو دور محوري ورئيسي وحاضر بقوة، هو خوفا من عمليات الثأر اللي حضرتك بتقوليها، لأن تركيا عارفة التنظيم كويس جدا وهي اللي أنشأته وهي اللي كانت بتشغله وهي اللي أفسحت ليه كل المجالات، فلأنها عارفة ذهنية هؤلاء وإن هم هيلتفتوا للاقتصاص ولعمليات ثأرية وإزعاج كبير جدا للأطراف اللي شاركت في هدم مشروع التنظيم، فلذلك أنا أزعم بثقة كبيرة جدا إن هناك اتفاق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين الجانب التركي إن لو سمحتوا إحنا هنساعدكم كل المساعدات الممكننة اللي من الممكن انها تصل الى حد ان تكون تركيا هي من سلمت رقبة البغدادي الى الولايات المتحدة الامريكية بشرط واحد الا يتم اعلان ذلك في العالم باي صورة، لان مجموعة كبيرة جدا من داعش موجودة على الاراضي التركية وان كل الدواعش يدركوا تماما ازاي يصلوا الى ايلام الجانب التركي.